نعم صحيح، المواطنون الفلسطينيون الذين يشعرون بالمظلومية تجاه ما يمارس ضدهم من حرب شعواء اقتصادية واجتماعية أدت إلى خروج هذه المسيرات العودة إلى الواقع المنظور. شباب مسيرات العودة تقول للشعب الفلسطيني لا سبيل للتحرر إلا بالوحدة الصف ولحمته، تقول للعدو الصهيوني أن إرادة الجلاد لا تنتصر على الشعب المضطهد المكلوم المذبوح المسفوك دماؤه المحارب والمحاصر حتى بقوت يومه وبقوت أبنائه. متابعة مع مين؟ مجموعة هذه الجوفة الحين عشان ياسر هشام محمد حسين رقم قديش؟ يلا يا ابني